في حديث سابق معي أنا شخصيا مع مجموعة من وذكرناه أمس أشرنا له إشارة بسيطة، لكني نبي نشبعه اليوم بالحديث. واحد من الشباب يقول واحد من إخواني العيد ما عاد له طعم، هم مثل أول، ما عادهم مثل أول، مع أنه تو الشباب ما في العشرينات، يقول العيد ما عادهم مثل أول، وش لازم أروح أسلم يا رجال مع العيد ما عاد له طعم. فقال لها واحدة من إخواني صحيح العيد عبادة، هذه أعياد المسلمين الله عز وجل نص عليها في الشرع الحنيف، إذا ما رحت تسلم على أقاربك وعلى المسلمين وعايدتهم وجعلت هذا الأمر عبادة ولا ما. فودنا يكون بعض حديثنا من حلقة اليوم بدءا من شيخنا شيخ مسلط عن موضوع سواء يعني هل اختلفت الأعياد الحاضرة عن الماضية، كيف يعني وش اللي يحتاجه الناس حتى يستعيدون الماضي إذا كان الماضي أفضل من الآن، وش اللي يحتاجه الناس في هذه الأجيال الحديثة؟ إلا المايك لك يا شيخ. أول شيء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. أول شيء العيد لابد يعرف الإنسان أنه الفرح فيه من الدين. حسنت. لأنه عبادة شرعت ويومين جعلهم الله للمسلمين يفرحون فيهما، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ووجد يعني يلعبون وهذا كما جاء في الحديث، فقالوا ما سألهم النبي قالوا وش هذا اللي تسوون، قالوا هذا عيد لنا، قال فقد أبدلكم الله جل وعلا بعيدين اللي هو عيد الفطر وعيد الأضحى، فيفرح الإنسان تعظيما لله وعبادة وتعبدا يفرح بالعيد. حسنت. هذا كتدين، ويفرح الإنسان في العيد لأن يا أخواني الأعياد عندنا تأتي بعد عبادة وتأتي بعد ركنين من أركان الإسلام. عيد الفطر يأتينا بعد أن نؤدي الصيام اللي هو الركن الرابع من أركان الإسلام اللي قال الله جل وعلا عنه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فحنا نفرح في هذا العيد اللي جعله الله لنا بعد عبادة أديناها من صيام وقيام وقراءة قرآن، يفرح الإنسان أن الله مد بعمره إلى أن أتم هذا الشهر الكريم وصام وقام مع المسلمين وصلى وأدرك ليلة فيه هي خير من ألف شهر. بعض الناس يقول تعدل، لا هي ما تعدل، هي خير عمل 83، لأن الله جل وعلا قال خير من ألف شهر، يعني خير من العمل في 83 سنة أو العمل في ألف شهر. أحسنت. هي خير، جعل الله فيها خيرية خير من هذا، فأنت تفرح أنك أتممت هذا الشهر وجاك هذا العيد اللي هو شعيرة. لذلك شرع لنا التكبير يا أخواني بعد إيش؟ بعد عبادة الصيام، وليكبروا الله على ما هداهم، يعني أن الله تم لهم وهداهم. فالإنسان يفرح أول شيء تعبدا. أما عن الأعياد، الأعياد يا أخواني هي جعلت للتواصل. ليش حرم علينا الأكل في العيد؟ من أجل إيش؟ أن نفرح ونستمتع ونزور ذا، يعني أنت لما تصل أرحامك، صلة الأرحام يا إخواني تراها أمر ما هي بسهل، من أعظم العبادات. صحيح. يكفي أن الله جل وعلا أقسم قال وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك، فأنت تصلهم في العيد وتسلم عليهم وتشاركهم فرحتهم وتهنيهم. وترى كان والله أني أذكر يا شيخنا في الأعياد أول كان العيد عندنا يا إخواني اجتماع يومه كامل. صحيح في اختلاف الآن لأن الناس يا أبو سعود ولهن أخواني تكون في رمضان كلها سهرانة. صحيح. فيوم تجي الساعة 8-9 له مشتهي النوم فيريح وبعدين يعودون من الليل. فولا كان أول يوم كانوا الناس ينامون في الليل ويقومون، كان العيد يمكن يذكرونه اللي يعني أنا ما نمكبر نفسي واجد يعني ذي من الأربعة مما تسمع مما تسمع إيه. كان عندنا والله يا إخواني حتى كنا ذاك اليوم نسولفها أنا وناس عندنا في جماعة المسجد العيد الثاني، ويوم بعض ترى بعض قرى المملكة حفظها الله إلى الآن متمسكين بعاداتهم الأولى. ترى كان عندنا بعض من صلاة العيد إلين ينامون وهم متواصلين. يا سلام. يمرون أكثر من بيت. صحيح. حتى أن واحد منهم يقول والله كنا نمر البيت بالميسور نلقاه عند راع البيت نشارك فيه ونمشي. يمرون هذا فطور وهذا بعده بشوي بساعتين
حتى لدرجة حتى بعد المغرب يكون فيه اجتماع، بعد العصر يكون بعض المرات فيها، فيتواصلون إلى فالعيد أصلا هو جعل للصلة يا شيخ. فالعيد أول، الآن الحمد لله الناس يعني يكفيك يا أخي يوم تشوف المسجد خلية نحل، هذا بصلاة العيد يمكن كلكم مر عليكم، صلى العيد يدور الناس على بعضهم، يمكن من الزحمة وكثر مرة تسلم على واحد مرتين واللي يقول لك سلمت عليه، وكلهم فرحانين وكلهم. أنا ما عمري شفت واحد صراحة في العيد، في صلاة العيد بالذات يعني تلقاه معبس بوجهه ولا شيء، كلهم الكل مبتسم فرحانين بهالعيد. فبالعكس العيد باقي فرحته فيه، وباقي الناس تتواصل فيه بالشرك ولله الحمد. وفي بعض القرى ترى يسولف عليه واحد ذاك اليوم يقول بحايل، وفيه بعد بهجرة حول القصيم يحطون بنص بنص عند المصلى فرش، وكل يجيب عياده معه من البيت. يا سلام. ويعيدون في المساحة هذه اللي هم حاطين. هذا يا أخي من العادات القديمة اللي الآن ما اندثرت، موجودة في بعض يعني بعد ممكن عندك في الجنوب يقول لك متواصل. فكل يحتفل بالعيد بطريقته، ولكن اللي أنا أقول يعني اللي يقول العيد ما هو مثل أول، لا العيد هو باقي أول، وهو شعيرة من شعائر الدين، يفرح فيها العبد المسلم ويصل فيها أرحامه ويصل فيها جيرانه، ويستعزم ويعزم ويروح يسلم على الكبير. وبشرك الحمد لله من العادات بعد اللي عندنا بالعيد يعني تشكر، أنه يزار فيها المريض صحيح، ويسلم عليه ويحسس بشعور العيد ويبارك له في العيد، ويزار كبير السن ويسلم عليه ويبارك له في العيد. وفي ترى عندنا في بعض العوائد القبائل العيد عند كبيرهم، وهذا من الشيء الطيب سنت. اللي يوقر فيه الكبير ويحترم، تلقى عيدهم معروف، عيدنا عند فلان كبير الجماعة، وإذا عندهم مريض سلموا على كبيرهم وتعيدوا معه وراحوا منه وسيروا على المريض اللي ما يقدر يحضر. وعادوها الحمد لله العادات موجودة الحمد لله، العادات السليمة والعادات الطيبة كلها موجودة الحمد لله والشكر. الله حسن خاتمة. يا مرحبا مسهلا، حياك الله.